عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات المرحلة الثانية. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ المشروعات بالنظر إلى أهمية المبادرة في تحسين حياة أكثر من 58 مليون مواطن من سكان هذه القرى والمناطق الريفية. وشدد رئيس الوزراء على سرعة استلام المباني الخدمية التي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها.